اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلنا لكم في البدايه، طبعا النهارده احنا بنتكلم عن تنس الطاوله، بنتكلم عن الاحتراف مريم في الدوري الاماراتي، وكمان مروه، هم الاثنين توأم على فكره، توأم مروه الهضيبي ومريم الهضيبي توأم، يعني بيلعبوا مع بعض سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر، بس عايزين نتكلم عن طموحاتهم واحلامهم. في البدايه برحب بمريم الهضيبي، مروه الهضيبي، اهلا بك يا مروه. اهلا بحضرتك، ازيك؟ منوره قناه النادي الاهلي. ده نور حضرتك، ربنا يخليك. برحب بمريم الهضيبي، اهلا بك يا مريم، منورانا. ازيك حضرتك؟ ده نور حضرتك، ربنا يخليك. ايه موضوع الاحتراف ده؟ كنا معاكي من قريب يا مروه وما كانش فيها مريم وما كانش فيه اي يعني اخبار عن الاحتراف، فجاه كده ايه اللي حصل؟ ايوه، هو الحمد لله بعد بطوله افريقيا لما كسبت، فماما كان كابتن اشرف حافظ مدرب الامارات، كلم ماما اقترح عليها. مصري ولا اماراتي؟ مصري. مصري، تمام. هي حتى فرقتي فيها بنتين من مصر، فانا عارفاهم يعني. فعلا. فدي كانت حاجه بالنسبه لي لما عرفت، كمان فاطمه علاء وامنيه. طب كويس، ممتاز، يعني انت رايحه على لعيبات زمايلك او زميلاتك. بالظبط. فهم كلموا ماما، قالوا لها ان هم عايزيني معاهم، يعني العب معاهم الدوري. فماما لما رجعت اقترحت عليا، قلت لها ماشي. بعد كده سافرت بعد بطوله افريقيا على طول، رحت لهم. ايه ده، رحتي؟ رحت عشان نتكلم يعني. كان بعد البطوله بحاجه بسيطه، مثلا تفتكر شهر كام؟ 10 مثلا. 10؟ فرحت طبعا مروه حافظه كل التواريخ معاكي. يا مروه عايشه معايا كل حاجه. طبعا. فروحنا وشفت الفرقه، وكنت مبسوطه قوي ان هم كمان مصريين، فاحنا نبقى يعني قريبين قوي من بعض، وهم رحبوا بيا جدا. طب رحتي قعدت قد ايه الاول في المفاوضات؟ قعدت اسبوع. اسبوع؟ الدنيا عجبتك؟ الملعب، الدنيا كويسه؟ كل حاجه كانت كويسه قوي، كنت حاسه ان انا في بيتي وسط اهلي يعني. ده. الحمد لله، وهم رحبوا بيا جدا. بس ورجعت بقى، والنادي كمان الاهلي كان مرحب بالفكره جدا ووافق على طول، ورجعت. وبعد كده المفروض بقى مستنيه ان شاء الله الماتشات تبدا يعني. ان شاء الله. طب انت هتسافري امتى؟ لسه ما حددوش عشان الكورونا للاسف موقفه الموضوع شويه، لان هي زايده الفتره دي. هتروحي. بس اول ما ترجع الماتشات بقى تبدا ان شاء الله. طيب دراستك هتعملي ايه؟ ما هو انا ان شاء الله اخر ترم، فانا هحاول عشان الماتشات تبقى مثلا اسبوع اسبوع، لا وهي يوم محدد، يعني مثلا يوم الاحد هي الماتشات هناك. ممتاز. فانا هحاول ان انا اظبط الجدول بتاعي بتاع الترم اللي جاي، ان هو يبقى يوم الاحد ده بالنسبه لي فاضي، ومثلا اليوم اللي قبله يبقى حاجه خفيفه، عشان اعرف اللي هو اسافر والعب الماتش وارجع على طول اكمل. يعني انت هتروحي سفر راحه جايه؟ بالظبط. انت هتاخدي خط الامارات القاهره، ده هتحفظيه يعني جبر صبر. بس هو كل ما يتاخر كل ما هيريحك يعني، كل ما انطلاق الدوري هيتاخر، لان انت هتاخدي وقت طويل هنا في مصر قبل ما تروحي. طب هم فاضل لهم كتير يعني؟ مريم فاضل لهم؟ لا، المفروض ان هو كانت الماتشات هتبدا في اول اثنين كنت هسافر، بس هما جه ظروف عندهم من الكورونا كانت زايده شويه، فاجلوا الماتشات. فانا متوقعه ان هي مثلا على اول ثلاثه ان شاء الله، نص ثلاثه ممكن تبدا يعني. ان شاء الله. طب قولي لي برضو، اجي لك يا مروه، يمكن انت اختك توامك توام روحك رسمي مش هزار. اكيد اكيد. وشفنا حتى لما خدت افريقيا والعياط والهستيريا اللي كانت انت كنت فيها وخدتيها بالحضن، احنا جبناها كمان فيديو على عندنا على برنامج الابطال. يعني بدات معاها قصه الاحتراف، هل شجعتيها ولا كنت قلقانه انها تسافر وتسيبك؟ لا بصراحه، انا اي فكره احتراف سواء ليا او ليها انا بشجعها، لان احنا الاثنين بنكمل بعض يعني. لو هي سافرت هتاخد خبره وهترجع تديها لي، او لو انا سافرت هي هتاخد خبره وانا هاخد خبره وارجع اديها لها. فبالنسبه لها طبعا يعني فكره الاحتراف دي انا كنت مبسوطه جدا عشانها. اكيد اكيد. وكنت واقفه معاها وكنت معاها في كل الامور، ويمكن الامارات يعني شبيهه بينا، فمش هتلاقوا ازمه في الحته بالزبط. دي بالظبط يعني، حتى في التعامل لو هي نزلت لوحدها او حاجه مش تحس ان هي في بلد صحيح. اوروبيه او صعبه، لا في ناس هناك وعرب فهتعرف تتعامل معاهم يعني. صحيح. طيب قولي لي، يعني انت برضو انت على مستوى اللعب بقى، يعني انت بالنسبه لك انت كمروه بقى بعيده عن مريم، يعني طبعا مريم اختك وحبيبتك، يمكن دي اللقطه اهي، اللقطه اهي شفتوا يعني، متشكر يا جماعه، دي اللقطه اللي كانت بعد بطوله افريقيا. يمكن مروه بتعيط اكتر من مريم. يعني ايوه، كنت بضحك ساعتها وهي عماله تعيط. يعني مروه يعني والله بص، يعني طبعا يعني العلاقه دي والاخوه بيبقى الموضوع حاجه اوفر. انت لما بيبقى ليك زميلك في الفرقه بتحبه وتبقى تتمنى له خير، ما بالك بقى لما يبقى اخوك او اختك في الفرقه، حاجه جميله جدا. طب قولي يا مروه، انت بالنسبه لك بتخططي بقى على المستوى الشخصي طبعا، لان انت ومريم نفس المستوى تقريبا، نفس كل شيء، حد بيسبق حد بيتاخر، بس في الاخر انتوا مع بعض من صغركم. هل برضو موضوع الاحتراف ده وارد بالنسبه لك؟ هو احنا عايزين بس ان شاء الله ان احنا نخلص يعني، ده اخر ترم بالنسبه لنا في الدراسه، فاحنا برضو عايزين نخلصه على امتياز. فان شاء الله بالنسبه لي فرصه هتبقى احسن لو انا خلصت الدراسه مثلا في شهر 6، وبعد كده ان شاء الله لقيت نادي احترف فيه. لان هي حتى جالنا كذا مره فرصه ان احنا نحترف في حتت بره، بس كان صعب قوي عشان مشروع التخرج وكده، فكان بالنسبه لنا الموضوع هيبقى ضغط زياده عن اللزوم. بس ان شاء الله اول ما اخلص اكيد ان شاء الله. ما شاء الله بيجيبوا امتياز مش كده؟ الحمد لله. ما شاء الله انتوا سنين كلها امتياز. الحمد لله. يعني بس انا ليه بقول كده ما شاء الله؟ لانه عمر ما الدراسه كانت بتعطل على اللعب. أكيد. يعني انتوا ابطال، وابطال افريقيا وحاجه، وابطال عرب،
وفي نفس الوقت ما شاء الله في جامعاتكم وبتدرسوا جامعات، يعني انت بتدرسي ايه، ميجور ايه؟ انا ماركتنج بزنس في اكاديميه بحريه. حلو، وانت نفس طبعا حاجه صعب وادفانسد، يعني حاجه علميه متقدمه، وجيبوا فيها امتياز بالشكل ده بالرغم ان انتوا رياضيين، ولو جبت معلش انا لو جبت مقبول محدش هيلومك. بالظبط، يعني انت راجل رياضي يعني وعندك وقت، بس لما تحافظوا على التفوق الاكاديمي لا بصراحه شابو ليكوا، يعني شابو بجد، ربنا يخلي حالك. وده عمره ما كان بيأخر في الرياضه ابدا. اكيد. طيب عندك ايه الاشتراكات الجايه؟ احنا ان شاء الله يعني بنحاول ان اي في بطوله دوليه جايه في الطريق، يعني مثلا شهر 3 ان شاء الله. لو ايه في عندك اي يعني انت ماري، انا بتكلم بسالك انت كمروه، سيبك ماري، مريم خلاص راحت احترافها، انت عندك ايه بطولات دوليه هتسجلي فيها؟ هو ان شاء الله هيكون في بطوله في قطر في نص 3 ان شاء الله، هحاول اشارك فيها عشان انا ازود التصنيف العالمي بتاعي ان شاء الله. وبعد كده في شهر 4 المفروض هيكون عندنا، هنبدا بقى الدوري مع نادي الاهلي إن شاء الله. فدي حاجه احنا بنستعد لها عشان ان شاء الله نجيبه. يعني انت عندك بطوله الدوحه وبعد كده بالزبط. ان شاء الله الدوري الممتاز مع النادي الاهلي، وهنحافظ عليه زي كالعاده طبعا ان شاء الله كالعاده، ومفيش كلام يعني. طب انت الرانك العالمي بتاعك كام دلوقتي؟ انا 300 حاجه و50 صراحه. يعني طب وانت كام يا مريم؟ 120. يمكن بطوله افريقيا فرقت معاك، هو ده اللي بالزبط. حصل انتوا كنتوا ماشيين مع بعض في كل حاجه، يمكن بطوله افريقيا اللي فازت بيها مريم هو ده اللي عمل لها ال 200 عمل لها قفزه كبيره. أيوه. طيب كان برضو حصل لغط كده، يمكن عايز اسالك انت مريم في حته مشاركه او اختيار اللاعبات اللي بيسافروا البطوله الدوليه اللي سافروها دي كمنتخب، يمكن كنت حاصل على بطوله افريقيا والجمهور تساءل ساعتها، وانا كنت واحد من دول، ليه ما اتخذتش مريم رغم انها بطله افريقيا؟ ايه السبب ليه؟ فأني بطولة بالظبط؟ كان في بطولة دولية كبيرة كانت في الدوحة بطولة عالم، وكان حصل سيلكشن لمجموعة، يعني احنا استغربنا قلنا لو بالرانك يبقى انت تروحي. طب ايه اللي حصل؟ ليه المنتخب ما اختارهوش في مريم طلعت معاهم ليه؟ هي يمكن الاختيارات في البطولات ما بتبقاش بحاجة ثابتة، يعني في بطولات احيانا بياخدوا بيها بالرانكينج المحلي مثلا. ممتاز. وفي اوقات بياخدوا بالرانكينج الدولي، ممكن احيانا بيبقى في اختيار فني، فهو بتبقى حسب يعني وجهة نظر المدرب، هو بيبقى شايف. طب البطولة دي كانت باختيار على اي اساس؟ هي البطوله دي اظن كانت فيها اختيار فني كمان، فهي بتبقى وجهه نظر المدرب اكتر يعني. يعني دي كانت بطوله العالم اللي فاتت، دي كانت وجهه نظر المدرب. احنا تسالنا ساعتها انه يعني انت طب تعملي ايه تاني عشان تخشي منتخب مصر؟ معلش يعني الكلام ده على لسان انا. أيوة. مش على لسانك يعني، ولكن احنا قلنا يعني بنتنا تعمل ايه اكتر من ان هي تاخد بطوله افريقيا عشان تروح منتخب مصر؟ يعني ما فيش اكتر من كده يعني. في الوقت انت رحت بطوله افريقيا واخدها من نجمات يعني جامدين جدا يعني، اصل ويمكن في الرانك كان اكتر منك. فبس عاجبني ان هو سواء فيكي او في مريم ان انتم مش بتحبطوا يعني. يعني موضوع برضو الاولمبيات وعدم مشاركته في الاولمبيات ده ما حبطكوش، ومركزين. تقولي ايه لاي حد بيقابله صعاب من هذا النوع؟ هقول لهم ان هو في الاول وفي الاخر هي كل حاجه نصيب يعني. انا لو مكتوب لي هروح خلاص هروح يعني، ايا كان ايه اللي موجود. لو مش مكتوب لي ان انا اروح مش هروح. فاحنا كل حاجه بنعملها لازم نديها حقها يعني. انا في التمرين هدي له حقه، يمكن يعني ممكن احس بظلم شويه، فاللي هو هاحبط نفسيا ده طبيعي، بس هرجع تاني اللي هو اقول انا مثلا لازم اشتغل، لان انا هيبقى عندي مثلا خلاص الاولمبيات اللي فاتت دي انا ما عرفتش اسافرها، لسه في قدامي بتاعه باريس بالزبط. يعني هو الطريق خلاص ما وقفش بالنسبه لي، هو انا لسه ستيل ليا عندي بطوله ثانيه وعندي حاجات ثانيه اشارك فيها احسن من نفسي عشان اقدر ان انا ان شاء الله اثبت بدراعي ان انا اكسب البطولات وان انا اسافر كمان الاولمبيكس اللي بعدها. ف يعني محدش يحبط خالص، هو يشتغل على نفسه واكيد ربنا هيعوض في الاخر. يعني كل ما تقابلك صعاب اشتغل على نفسك اكتر، تحسن نفسك اكتر، هتبقى بالزبط. اكتر يعني. طب قولي لي يمكن نفس الكلام برضو يعني ليك يا مروه، اكيد انتوا بيقابلكم يعني يتعرضوا لظلم، انا بتكلم بكل وضوح يعني مش محتاجه يعني ظلم، ان يعني موضوع الاولمبياد كان فيه بعض الظلم، كنا نتمنى يا ما يكون وجودكم، وكمان موضوع بطوله العالم اللي فاتت. طب يعني بتعاملي ده ازاي؟ هو اكيد كل شخص ناجح لازم بيقابله صعوبات، يعني ما فيش حد النجاح ده عمره ما بيجي بسهوله، لازم بيقابله صعوبات. فاحنا اول ما عرفنا خبر ان مريم مش هتروح الاولمبياد في الاول زعلنا، وكنا حتى ساعتها كنا بنتمرن تمرينه، وبعدين قلنا مريم خلاص انا مش عايزه اكمل التمرين انا عايزه اروح، وبعدين روحنا كنا زعلانين قوي، وبعدين قلت لها خلاص يمكن هو مش مكتوبه لك ومش نصيبك، بس ربنا هيعوضك بحاجه كبيره. وكنت عارفه ان بعدها في بطوله افريقيا، فكنت عماله بشجعها واقول لها يا مريم ان شاء الله هنوصل احنا الاثنين نهائي. حتى احنا كنا هنوصل انا ومريم سيمي فاينل مع بعض، بس هي بقى حظها ان انا ما وصلتش عشان كان ممكن اكسبها. طب لو لعبتوا بعض صحيح هتعملوا ايه بامانه؟ لا احنا لعبنا مع بعض كتير قوي بطولات افريقيا، لعبناها كتير. القرعه وقعتكم مع بعض؟ يعني لا بنوصل الفاينل مع بعض يعني اربع مرات
وصلنا انا ومريم نهائي مع بعض. يعني معلش يا مريم كسبتك في بطوله افريقيا كتير بس هي في المحل كانت بتكسبني كتير بصراحه بطولات الجمهوريه. بتلعبوا بكل بقوه جديه؟ لا ما فيش خالص الماتش ده ولا بنتفق على اي حاجه. حتى لو حد هيستفاد مثلا مريم هتستفاد ان هي تكسبني، لا ما عنديش حاجه اسمها كده. احنا الاثنين تعبنا واحنا الاثنين بدرعنا وخلاص، هو ربنا كاتب له النصيب هو ده اللي هيكسب يعني. يعني التوأم بيلعبوا بعض في المباراه في القرعه وهما الاثنين يعني اخوات ومفيش حد بيفوت لحد؟ لا خالص. يعني يمكن الناس بتقعد تستنى اصلا ماتشاتنا مع بعض عشان يتفرجوا، لان هم بيستغربوا قد ايه احنا بنبقى مركزين في الماتش وكل واحد بيلعب اقوى ما عنده عشان يكسب، وهم حاسين ان هو انتوا لو اخوات انتوا ممكن تتفقوا. يعني واحده مثلا سي هتسافر بطوله كذا او هتاخد بوينت زياده فمفروض تسيب لها. لا انا ومروه خالص ما بنعملش كده، كل واحده بتلعب يعني بايديها اللي تقدر تكسب ماتش بتكسبه. طب وماما لما بتتفرج على الماتش بيبقى ايه الوضع؟ ما هي الاب ماما والام لما بيشوفوا اختين او اخين بيلعبوا بعض بيبقى طبعا في مشاعر يعني. أيوة. اكيد بيبقى ممكن تتعاطف مع حد شويه شايفاه محتاج الماتش اكتر من التاني. لا انا اصلا يعني بعد ما نخلص الماتش بنكتشف ان ماما مثلا كلمتني قالت لي شدي حيلك يا مروه ما تسيبيش الماتش، وبعدين الاقيها مكلمه مريم تقول لها شدي حيلك يا مريم ما تسيبيش الماتش. فهي من ورا كواليس بتحرضنا احنا الاثنين على بعض. بس اكيد في الاخر مبسوطه مصلحة طبعا طبعا أكيد. طبعا. طب بتكلم مين الاول؟ لا حسب اللي بيجي قدامها مره يعني، لا مش حد معين يعني. طب مين اكبر؟ مريم. انت اكبر يعني طبعا بلحظات بس يعني. بيبقى دايما التوأم سؤال دايما بيتسأل لكل التوأم مين اكبر. أيه. سؤال غريب شويه سؤال هما الاثنين الفرق مثلا دقائق ثواني او دقائق بس تلاقي ايه في سؤال دايما بيقول لك مين اكبر قوي. بس الجميل ان انتوا قدام بعض بتلعبوا بكل قوه. أكيد. طب حتى الاجانب لما بيشوفوا المصريين خلاص حافظوا، طب في بطوله افريقيا لما بيشوفوكم بتلعبوا قصاد بعض بيستغربوا ولا بيقولوا ايه ولا بيكلموكوا ازاي؟ لا هم اصلا في يعني مثلا كان في بطوله في موريشيوس كان برده فاينل بيننا ومريم، وانا كنت لابسه تيشرت لونه ازرق ومريم كانت لابسه تيشرت لونه احمر. فالناس عماله مثلا تشجع تقول اللي لابسه تيشرت احمر يلا العبي واللي لابسه تيشرت ازرق يلا العبي، فبيقعدوا يشجعونا ضد بعض. بس في الاخر برضو يعني كلهم بيبقوا مبسوطين من الماتش، لان هو فعلا بيبقى ماتش كل واحد بيعمل اللي عليه والزياده عشان يكسب. بس في الاخر برضو الحمد لله ان احنا يعني الكاس بيبقى لينا احنا الاثنين. طب مش هتكلم على المباراه، انا عايز اقف على النقطه دي واسترسل فيها شويه. ساعه المباراه بتلعبوا قصاد بعض، طب قبل المباراه؟ لا احنا على طول يعني مثلا في عندنا في تنس الطاوله مثلا لو حد هيلعب حد مثلا انا فور اكزامبل كنت باخد بنت بسخن معاها طول البطوله. لو انا مثلا هاجي العبها في السيمي فاينال خلاص بشوف حد تاني اسخن معاه. انا ومريم لا هو هنلعب نسخن مع بعض حتى من اول البطوله مثلا. لو مريم مش معايا يبقى معايا حد تاني، لكن لو مريم معايا لا من اول البطوله الاخيره حتى لو هنقابل بعض قبل كل ماتش لازم هنسخن مع بعض اكيد. بس ده حاجه حلوه جدا على فكره. بس عايز كده يعني انا اشجع اي توأم بيلعبوا تنس طاوله مع بعض. لا الجميل في في, في القصه بتاعتي ان انتوا الاثنين بطلات. الحمد لله. يعني الجميل مش بس ان انتوا بتلعبوا، ساعات بامانه بيبقى في توأم بيلعبوا يبقى في واحد متفوق على الثاني، وده مش عيب ومش غلط. أكيد. بيبقى جينات اكيد. بس الجميل ان انتوا الاثنين متفوقين يعني. طب في حد كان نفس الكيس دي في التنس الطاوله في مصر او بره بتشوفوا توأم بيلعبوا زيكم كده في تنس الطاوله؟ ما اظنش ان في. ما شفتوش؟ لا تاني ما فيش توأم في تنس الطاوله. طب وهل في اخوات بلاش توأم عائلات؟ اكيد دي موجوده اكيد. اخ بيلعب اخت، اخ بيلعب اخوه الصغير، اخت بتلعب اختها الصغيره. لا متهيالي كلها بتبقى يعني البنت وولد، بس كل واحد بقى بيبقى طريقه يعني مختلف عن الثاني، مفيش اتنين مع بعض يعني. بس عايز اقول لكم انتوا كيس فريده بجد. يعني كيس فريده من نوعها انه يعني ان انتوا ما شاء الله بالفكر ده وبالتركيز ده. طب في المذاكره خلينا نروح للمذاكره. ابص يعني مريم بتبص لي كمره وبتعملي المذاكره. بتذاكروا مع بعض ولا الوضع؟ هو بصراحه انا في المذاكره بكسل جدا يعني. يعني بكسل طول السنه. اعتراف بكسل طول السنه، بس قبل الامتحان لا بشد. بس مريم مثلا تيجي قبل الامتحان بفتره كبيره تقول لي طب تعالي نراجع شويه، طب تعالي نشوف نعمل ايه. اقول لها لا يا مريم بصي ذاكري انت واشرحي لي قبل الامتحان على طول. لكن مش بحب ان انا بذاكر على طول في الاول. بس يعني دلوقتي عشان سنه رابعه الموضوع كله بيبقى بروجكت اكتر ما بيكون بالزبط. امتحان. فلا الصراحه من اول السنه الاخيره احنا شادين مع بعض. يعني مريم الاستاذه بتاعتك اللي بتذاكر لك. أيوه. اعترفي على الهوا. شفتي بقى ده هي عيني ملتزمه بتذاكر من اول السنه. أيوه. انت تيجي على الاخر تذاكري بس انت اختها مش هتسيبك. أكيد. لازم تشرح لك. بس حاجه كويسه ما شاء الله نفس الميجر ونفس اللعبه. اكيد انتوا مرتبطين ببعض. بس انا عندي شويه تفاصيل برضو عايز اتكلم عليها. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن تنس الطاوله مع نجمتنا مريم ومروه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن مروه انا عايز ارجع بالتاريخ شويه. وانتوا لسه صغيرين اطفال سنتين ثلاثه اربعه خمسه، كان نفسكم تلعبوا ايه؟ والاسره بابا وماما يعني ليه وجهوكوا او انتوا ليه توجهتوا على تنس الطاوله؟
هو لان في الاول كان يعني والد مامتي كان بيلعب تنس طاوله، وبعدين مامتي كانت بتلعب في الجامعات تنس طاوله، كانت بطله الجامعات، فاخويا لعب تنس طاوله، اخويا الكبير. حلو. وبعدين احنا كنا على طول بنروح معاه التمرين، نلم له كده الكور ونلعب معاه شويه كده اي حاجه. اكبر منكم قد ايه؟ محمود اكبر مننا بحوالي 4 أو 3 سنين. ثلاث سنين. تمام، ممتاز، قريبين في السن. قريب. وبعد كده قعدنا بقى نجرب ان احنا نتمرن معاه، وشفنا كابتن في نادي الشمس، وبعد كده بدانا نلعب تنس طاوله. بداتوا في نادي الشمس؟ اه. قعدتوا كام سنه في نادي الشمس؟ قعدنا حوالي 3 سنين في نادي الشمس، وبعد كده رحنا سنه الانتاج الحربي، وبعد كده اتنقلنا على النادي الاهلي. يعني تقريبا 4 سنين بس بره النادي الاهلي، وبعد كده عمركم كله في النادي يعني الاهلي. يعني عمرنا كله كان فعلا في النادي الاهلي. طب بامانه يعني لعبه صعبه، يعني تنس الطاوله يا مريم من الالعاب اللي محتاجه ضغط عصبي شديد شديد وتركيز، وبيحصل فيه احباط شديد جدا في اوقات العاب المضرب عامه. يعني ما جيتيش في لحظه كده قلتي انا ايه اللي دخلني اللعبه دي؟ هو واحنا صغيرين كان كان من كتر الضغط اللي علينا، وكان كمان وقت المدرسه اللي هو بنروح المدرسه طول اليوم، بعد كده نرجع ممكن ناكل في الطريق اصلا ونطلع التمرين، كنا بنحس بضغط جامد قوي، فكنا اللي هو طب ليه التوتر ده؟ بس لما بنتعب وبنكسب فيها، يعني وقت بقى ما بنقف مثلا نستلم كاس او نستلم ميداليه ساعتها او ناخد بطوله فرق او كده، بننسى كل التعب ده فعلاً. وبنحس اللي هو لا احنا شاطرين فعلا في اللعبه دي قوي، فاحنا مبسوطين ان احنا فيها. يعني فاكره اول بطوله ليكي؟ اول بطوله ليا كانت في النادي الاهلي، كانت بطوله القاهره. بس دي كنا خسرنا فيها على طول، كنا لسه صغيرين. بس دي كانت اول بطوله لينا. طب اول بطوله كسبتيها، مش اول بطوله شاركت فيها؟ اول بطوله كسبتها كانت لما سافرنا بروتور الجزائر، كان عندنا 12 سنه، كان اول بروتور لينا بره مصر. كنت انت ومروه هناك. والبطوله دي وصلنا فيها فاينل احنا الاثنين. مين اللي كسب؟ مروه كسبت. ده واضح ان مروه، بص يعني مروه حتى لما بنطلع بره مصر انا في المحل هي يعني مريم ما بتفوتلكيش. أيوه. في الدولي ما بتفوتيش. انت افريقيا يمكن كسبتيها اكتر. اه على مستوى افريقيا حتى في بتاع، انما على مستوى المحلي مريم كسباكي اكتر صح؟ بس انتوا ما بتحسبوهاش كده اكيد يعني. لا لا اكيد خلاص، هي بتبقى نصيب فعلا. طب قولي لي يعني برضو اهم النصائح اللي يعني مامتكم، انا نفسي دايما احط السبوت ده ليه؟ لان بيبقى على الاب، انا ما جربتش يبقى عندي، انا عندي ولاد طبعا بس ما جربتش يبقى عندي توأم، فما اعرفش شعور الاب والام ايه لما يكون عندهم توأم يعني. بس نصايحهم ليكم ايه؟ يعني لما بتقعدوا قصادها انتوا الاثنين تديكوا نصايح ايه؟ هي ما بتقعد تقول لنا دايما زي ما مريم قالت، ان هو يعني طالما انت بتتعبي وبتعملي اللي عليكي، معلش تعالي على نفسك، عشان انت لما بتقفي على المنصه في غيرك مش بيقدر يقف على المنصه، فما دام انت قادره تقفي على المنصه التعب كله بتنسيه، فخلاص يبقى انا هتعب الفتره دي عشان اكسب، وبعد كده ارجع اتعب تاني عشان اكسب تاني واوصل. يعني احنا مثلا تنس الطاوله دي ادتنا فرصه ان احنا نلف بلاد كتير كان ممكن ما نحلمش ان احنا نروح، صح؟ فاحنا تعبنا وشفنا حاجات في ناس تانية ما قدرتش تشوفها، فخلاص ما دام بالظبط كل واحد بيتعب وبياخد قصاده حاجه تانية، فبتقول لنا على قد ما انتوا تقدروا دايما اتعبوا وتعالوا على نفسكم، وهتلاقوا عوض ربنا كده كده في الطريق موجود. الله صحيح. طب يعني مريم يمكن احترافك ده الحمد لله اكبر تعويض، وان شاء الله يعني مره هتلحق بيكي باذن الله ان شاء الله في الدوري او في رحله الاحتراف، بس ده اكبر تعويض من ربنا سبحانه وتعالى. انه لما عرضتي على كابتن اشرف الرئيس الجهاز، اشرف فتاح رئيس الجهاز، عرضت عليه فكره الاحتراف وان جاي لك فرصه، قال لك ايه؟ هو طبعا ما اعترضش خالص، يعني هو كان مرحب بالفكره دي، لان هو كان شايف ان اكيد الاحتراف ده هيبقى خطوه حلوه لاي لعيب، مش انا بس، فهو كان مرحب. ما قالكيش مثلا سيبيني شويه افكر ولا على طول وافق بامانه؟ لا يعني هو على طول كان مرحب بالفكره، بس اللي هو لازم مثلا نتاكد ان الماتشات مش هتعارض مثلا الدوري في النادي الاهلي او ماتشات او مش هتاخرني مثلا عن التمرين قوي. فلما لقى ان الدنيا كلها يعني كمان بالظبط الماتشات هناك كمان، يعني هم كانوا متفقين معايا ان حسب الجدول بتاع الماتشات هنا الماتشات هناك هتتعمل، فمش هتتعارض خالص مع ماتشات الاهلي، فكان بالنسبه له الفكره اللي هو ليه لا، فوافق على طول. ممتاز. طب قولي لي الفرقه بتاعتك، هل هي العروبه طبعا بتشارك في بطوله اسيا، هل عندكم معسكرات خارجيه تعملوها ولا هتلعبي معاهم الدوري فقط؟ لا انا هروح العب معاهم الدوري بس، يعني هبقى بروح على الماتش اخلصه وارجع على طول، بس هم يعني كلاعيبه فاطمه وامنيه وكده هم بيلعبوا بطولات اسيا، وفاطمه كانت اخذت بطوله اسيا قبل كده عندهم في النادي في النادي يعني. طب انت ما بتفكريش لو هم راحوا اسيا وطلبوكي توافقي؟ ممكن يعني ان شاء الله. مش وقتها. بتبقى في شهر كام؟ بتبقى اخر السنه زي بطوله افريقيا. في الاخر. يعني تبقى مثلا شهر 12. طب قولي لي دي صوره التعاقد بتاعك صح؟ دي كانت فين؟ في مقر النادي، في نادي العروبه. بالظبط. النادي العروبه في دبي ولا ابو ظبي؟ في الفجيره. فجيره. طيب اماره الفجيره. طيب قولي لي ايه اللي حصل، يعني احكي لي على اليوم ده.
هو ده كان في اول يوم، انا اول ما رحت كان يوم العلم في الامارات، فكابتن اشرف حتى صحاني بدري وقال لي تعالي احضري يوم العلم بالنسبه لهم، لان في اليوم ده هم بينزلوا كل الاعلام اللي في البلد وبعد كده بيرفعوها كلها الساعه 11. فانا حضرتها فعلا والتصوير كمان، فكانت بالنسبه لي حلوه قوي ان انا احضر اول يوم ليا احضر حاجه زي كده. وبعد كده رجعت تاني الاوتيل، وبعد كده جيت التمرين قابلت فاطمه وامنيه وتعرفت على الفرقه بتاعتي، وبعد كده قابلت بقى هناك كل مجلس الاداره يعني، وقعدت معاهم واتكلمنا. كان يوم كام في الشهر؟ مش فاكره. خش يا مروه الحقيقه بقى، مش لا صعب كمان. طيب خلينا يعني طبعا يعني كان لازم يكون معانا كابتن اشرف فتاح رئيس جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي، والحقيقه ما منعش ابدا في احتراف مريم تروح الامارات. اهلا بيك يا كابتن اشرف. اهلا بيك يا استاذ عادل. في البدايه طبعا احنا بنهنيك على المستوى والاداء الرائع الفني للفرق النادي كلها، مش بس الفريق الاول سواء رجال او سيدات، لا ده حتى الناشئين والناشئات، بنهنيك يا كابتن على الاداء الرائع خلال الفتره اللي فاتت. ربنا يخليك. كابتن كلمني عن احتراف مريم، ازاي الموضوع اتعرض على حضرتك ودرسته ازاي وشفت وشايف ده اضافه ازاي لمريم وللفريق طبعا؟ هو طبعا كلموني في الامارات ان هم عايزين مريم تروح تلعب هناك، و ده كان اول مره يجي لمريم احتراف خارج مصر، وانا شفت ان هي حاجه كويسه ان هي تطلع وتلعب هناك وتشوف مستويات تانية مختلفة غير مصر بس، وكان حاجة كويسة والحمد لله الأهلي بالنادي ما منعش يعني. ممتاز كده، خدنا موافقة الكابتن رؤوف ومجلس الإدارة وطلعت على طول تلعب معاهم. تمام يا كابتن. طب شايف دي يعني الاحتراف يا كابتن بيضيف للاعبتنا، يعني من وجهة نظر حضرتك الفنية شايف الاحتراف ده اضافه لينا، اضافه لمصر، اضافه لمنتخبات مصر، شايفه ازاي؟ بص اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا الاحتراف الخارج مصر طبعا دي حاجه كويسه، بس طبعا يعني الاحتراف الاوروبي بيبقى افضل. نعم. انا بالنسبه لمريم، ونتمنى ان مروه يجي لها كمان احتراف ان شاء الله، بنعتبر احترافها في الامارات دي خطوه اولى بحيث ان تفتح لها الطريق بعد كده ان هي تقدر تحترف في الدوري الاوروبي ان شاء الله، تحترف في اوروبا زي زمايلها بفريق الرجال كلهم. صحيح، يعني دي خطوه الحقيقه يمكن بيبقى صعب شويه الخطوه الاولى، بس طالما مريم خدتها وان شاء الله مروه تاخد الخطوه دي بعديها بتبقى حاجه اضافه جيده يا كابتن. طب كلمني عن اشتراكاتك اللي جايه يا كابتن، يعني عندك ايه اللي جاي مهم بالنسبه للفرقه كلها؟ والله يا كابتن احنا حاليا يعني بنستعد لبطوله الدوري، نهائي الدوري، دورتين مجمعتين، ومنتظرين قرارات الاتحاد ان هم يقرروا في بطولة فردية ولا ما فيش، وربنا يكرم. في طب المفروض يا كابتن نهايات الدوري هتبقى امتى؟ في شهر كام تقريبا؟ والله هو كان قبل الانتخابات الجديدة لمجلس الإدارة الجديد كانت في 3. إن أنا مع وجود مجلس إدارة جديد احتمال المواعيد تتغير، احتمال يحصل حاجات لسه ما قرروش إن شاء الله. طب هو الاتحاد دلوقتي برئاسة، مش هو كان الاتحاد القديم كابتن معتز عاشور صح؟ ما زال هو الرئيس، فما بالتالي مش ما فيش اختلاف، هو بس في اعضاء مجلس الاداره اتغيروا. في اعضاء مجلس الاداره، كل اعضاء مجلس الاداره اتغيروا تقريبا. بالظبط، فيعتبر مجلس جديد ولكن نفس الرئيس بالظبط كده. منتظرين قراراتهم ان شاء الله وربنا يكرم ان شاء الله في الجاي. طب ده على المستوى المحلي يا كابتن، عندك حاجه دوليه ولا احنا يمكن طبعا انت استهليت الموسم بالبطوله العربيه، هلا بطوله افريقيا العربيه رجال وسيدات. رجال وسيدات طبعا، وحضرتك نورتنا وشرفتنا فيها. طيب بالنسبه للمستوى الافريقي او على يعني على المستوى بطوله افريقيا، يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ هل اتحدد لها ميعاد؟ انا في اخر مقابله مع رئيس الاتحاد الافريقي المهندس خالد الصالحي قال لي ان بطوله انديه افريقيا يوم 23/5. ايه ده قربت جدا. يعني ان شاء الله نستعد ليها رجال وسيدات، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونفوز بيها ان شاء الله. بس يا كابتن دي كانت بتعمل في اكتوبر صح؟ كانت بتعمل في 7. طب ليه بدروها؟ ده احنا كده بعد رمضان على طول، ده انت هيبقى رمضان. طب كان المفروض تتلعب في اخر 6 اللي فات او 7. طب ايه سببهم او ايه مبررهم ان هم يبدروها؟
مؤجله، لا هي مؤجله مش مؤجله مش مؤجله، الانديه الافريقيه بتتعمل كل سنتين. يعني انتوا كده هتلعبوا بطولتين السنه دي؟ يعني هتعتبر يعني واحده في موسم 21، يعني واحده في سنه 21 وواحده في سنه 22 ان شاء الله. ان شاء الله، بس ان شاء الله يعني باذن الله يبقى المكسب لينا. يمكن احنا يعني الحمد لله رب العالمين عندنا فريق رجال وسيدات يعني بيبقى حاجه محترمه، وكمان اكيد يعني ممكن تطلب دعم، واكيد النادي مش هيتاخر. ده اللي احنا بنخطط له ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرم النادي يوافق لنا على المشاركه، وربنا يكرم ونكسب ان شاء الله الاثنين رجال وسيدات برضه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن اشرف كل التوفيق ليك. كابتن اشرف فتاح رئيس جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا بالتليفون على قناه النادي الاهلي. يمكن زي ما حضراتكم شفتوا بيبقى كويس جدا لما بيبقى رئيس الجهاز والمدير الفني للفريق بيبقى فاهم وعارف الاستفاده ايه، والنادي الاهلي زي ما انتم شايفين ما وقفش قصاد حد. جات لك فرصه توكل على الله، يمكن هو يمكن الف كلام ان هو بيتمنى لك ان شاء الله تروح اوروبا، وبيتمنى المروه كمان ان هي تروح لاوروبا. شايفه ان انت ممكن تتاقلمي، يمكن انا شايف ان انتوا شويه يعني بنات هاديه ملتزمه. هل وجودكم في اوروبا ممكن مع الجو الصاخب ده هيبقى مناسب ليكم، ولا انتوا شايفين ازاي؟ هو ممكن تكون خطوه صعبه في الاول في فكره ان احنا نقعد هناك. يعني لو احنا مثلا قررنا ان احنا نحترف بان احنا نقعد مثلا، في اوبشن ان انت ممكن تلعب تروح على الماتش وترجع بالزبط. او تتمرن معاهم مثلا شويه وترجع، وفي اوبشن ان انت تفضل قاعد هناك على طول ويبقى التمرين على طول معاهم وتلعب معاهم وكده. فاحنا ممكن نبداها الاول بخطوه ان احنا بس نروح ونرجع. وبالنسبه لنا ممكن مش هيبقى صعب قوي، لان احتكاكنا باللعيبه اللي بره في البطولات الدوليه خلاها ان هم ان احنا اصحاب. فيعني ممكن شويه إن لو احنا في نادي معروف مثلا ومعانا ناس صحابنا هيبقى الموضوع اهون شويه. وبعد كده ان شاء الله نشوف لو في نادي مثلا قبلنا احنا الاثنين مع بعض، وساعتها نقعد احنا الاثنين بره مع بعض، هيبقى احسن لنا بالنسبه. طب مروه نفس الكلام، رايك ايه؟ رايك هل خطوه لاوروبا دي هتبقى يعني حاجه بالنسبه لكم اكسبتد، موافقين عليها؟ هل مع اوروبا الموضوع بيبقى اوسع واكبر؟ شايف الخطوه دي انت ما عندكش مانع فيها؟ اكيد انا ما عنديش مانع فيها، ودي خطوه انا بتمناها جدا. وزي مريم قالت احنا الحمد لله واحنا صغيرين كان في احتياج كتير بره، مش بس افريقيا، فلينا اصحاب كتير قوي بره. ممتاز. وهم بيبقوا متفرقين بقى على بلاد كتيره، يعني مثلا ممكن بنت من فرنسا تكون بتلعب في النمسا، ممكن بنت من النمسا تكون، فهم كلهم بيبقوا يعني سبريدد في نوادي كتير. دوري اوروبا كلها دوري واحد بالظبط. فمش هنروح هنحس ان احنا غراب قوي، لان مثلا اكيد في بنت او اتنين في الفرقه احنا عارفينهم. ممكن تبقى صعبه لو مثلا انا في نادي او مريم في نادي، لان ساعات بيبقى مثلا هم متطلبين واحده بس مش بيبقوا محتاجين اتنين. فدي ممكن تبقى خطوه صعبه، بس في نفس الوقت برضو يعني هي زي يدرسها. ما زي ليه لا بالظبط. يعني وهي اي خطوه فيها نجاح لازم بتكون صعبه، فبس احنا ان شاء الله هنتعب ونوصل لها وتكون حاجه حلوه بالنسبه لنا. طب انت يعني حابه اني دوري؟ يعني انتوا برضو ليكوا يعني احنا عندنا طبعا دينا بتلعب في الالماني، دوري الالماني. انتوا شايفين اني دوري انتوا حابين تلعبوا فيه؟ هو في حاجات كتير، يعني النمسا ده كان برضو حاجه نفسنا نلعب فيها، والمانيا اكيد نفسنا نلعب فيها، وفرنسا برضو نفسنا نلعب فيها. فان شاء الله كل ربنا يجيبه خير يعني في الاول، ومع الوقت ان شاء الله نوصل اللي احنا نفسنا فيه يعني. طب برضو هسال مريم، مريم انت اكيد لعبتوا على المستوى الدولي بشكل كبير وشاركتوا في بطولات دوليه كتير جدا، شايفين ان يعني احتكار الصين للعبه دي ما زال وسيزال وسيظل وزي ما بيقولوا ويدوم ويدوم، ولا ممكن نكسر هذا الاحتكار ونبقى متواجدين احنا كلاعيبه مصريين في منصه التتويج؟ هو طبعا انا اتمنى ان اي حد مصري يقدر ان هو يخش بين الصينيين ويكسب وكده، بس انا بشوف ان هم يعني يمكن هيفضلوا هم التوب، لان هم كانوا بادئين منهج تنس الطاوله من بدري قوي. يعني اللعيب من هو صغير هو بادئ على منهج تنس الطاوله، بادئ يعني بيدرس الترابيزه عامله ازاي، بيدرس مثلا الكوره رده الفعل هتبقى عامله ازاي، فهو يعني متفرغ كل وقته لتنس الطاوله، فهو متاسس صح. فهو بالنسبه له كون انه يغلط او يخسر بيبقى اقل صعب. شويه يعني احنا يمكن عشان لينا حياه ثانيه، لينا دراسه، لينا الحاجات دي، فالموضوع بيبقى اللي هو مش كومبليتلي فاضيين لتنس الطاوله. بس هم بره بيبقوا في اسيا وفي الصين يعني واليابان بيبقوا اكتر متفرغين لكده، فبحس ان هم صعب يعني نكسر الاحتكار ده. هيفضلوا في التوب شويه، بس انا اتمنى ان حد فينا، اي حد يعني سواء احنا او غيرنا، ان احنا يقدر يكسب. بس الفتره الاخيره شفنا بدانا نشوف في التوب 8 لعيبه مش صينيين، يعني ممكن نلاقي 5 صينيين و3 اوروبيين، 4 صينيين و4 اوروبيين، ما بقاش الثمانيه صينيين. فانا شايف ان دي بدات تتكسر شويه بالظبط، يعني بدات اللعيبه تتجرأ على اللعيبه الصينيين وتكسبهم. وجهه نظري صح؟ ايوه هي فعلا في بطوله العالم وفي الاولمبيكس في ناس من البرازيل دخلت بقت في ضمن الاربعه بالزبط. وفي ناس من المانيا وناس من السويد. عمر عشر خد 5 اولمبياد. ما شاء الله.
ويا رب ان شاء الله كلنا نقدر نوصل لعمر ووصله يعني، وهو كمان يقدر يوصل لحاجه اكتر من كده ان شاء الله. ان شاء الله توصلوا. خلينا نطلع لفاصل بس استاذنكم اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع مريم ومروه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كنا بنتكلم في الفاصل، كنت بتكلم مع مروه ومريم انه في الرياضي بيبقى ليه ساعات، بيبقى ليه يعني مواهب اخرى، او يعني زي ما بيقولوا بيحب هوايات تانية، هوايات. طب خلينا نشوف راي مروه ومريم كده. يعني مروه، انت يعني ليك هوايات تانية بتحبي تعمليها؟ سيبك من تنس الطاوله بقى والجامعه على جنب كده، بيتبقى لك في اليوم 5 دقائق فاضيين، بتعملي فيهم ايه؟ هو يعني للاسف ما بيبقاش في مجال كبير قوي ان احنا يبقى عندنا هوايه نفضل مثلا نمارسها كل ما يبقى نبقى فاضيين، بس من الحاجات اللي انا بحب اعملها او بحب اسمعها مثلا البيانو. يعني احنا كان عندنا بيانو في البيت كان بتاع اختي، فانا كنت دايما بحب كل شويه كده. ما شاء الله اختي الثاني اصغر ولا اكبر؟ لا اكبر، عندي اختين كمان كبار. بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليكم لبعض يا رب. يا رب ان شاء الله. فهي كان عندها بيانو، فانا اللي هو كل شويه لما احس ان انا مضغوطه مثلا مذاكره قوي اروح رايحه العب شويه بيانو كده، بس طبعا مفيش حاجه حافظاها يعني، بطلع من عندي. كنا جبنا البيانو، كنا جبناك في استوديو بيانو. كنت ان شاء الله مره ثانيه. بتحب تغني؟ يعني لا مش يعني دي بقى بغني يعني. طب بتغني لنا حاجه؟ لا لا ليه؟ صعب لا ليه؟ لا لا عادي. لا صعب والله. طب بتحبي تغني يعني اغاني قديمه جديده؟ بحب اسمع ام كلثوم جدا جدا. الله. يعني الله. انا دايما لما الله. مثلا بيبقى في الحفله بتاعت ام كلثوم لما بتيجي بالليل ساعات بروح اسمعها، بحب اسمعها جدا. دي من الحاجات. اكتر اغنيه بتحبيها لام كلثوم ايه؟ اغنيه اقول لك ايه عن الشوق، دي الصراحه اغنيتي المفضله. يا عيني. ايوه يا عيني. طب انت عمري؟ انت عمري برضو حلو قوي. في اغاني كتير حلوه الأطلال. بس ايوه يعني دي حقيقة. بس انت اكتر حاجه اقول لك يعني شو دي اكتر اغنيه انت بتحبيها. طب مين تاني من المغنيات يعني؟ ام كلثوم طبعا دي اللي بتحبي. عبد الوهاب مش نادر ما تلاقي حد يعني. مش بسمعه كتير بس بحبه. في اغاني كتير حلوه. في برضو نجات بحبها. نجات دي حدوته. وفيروز بحبها برضو يعني. حاجات كتير يعني. نجات دي انا من الناس اللي نفسي اقابلها يعني. انا نفسي اقابل نجات، صوتها جميل فعلا يعني. صوتها جميل جدا. طب خلينا نشوف مريم. يعني مريم انت ايه بقى مواهب والهوايات؟ هو برضو يمكن زي ما مروه قالت بيبقى صعب قوي ان احنا نلاقي حاجه يعني وقت ان احنا نعملها، بس احنا يمكن لما جت وقت الكورونا وكنا قاعدين في البيت طلعنا البيانو ساعتها، قعدنا مع بعض مثلا اتعلمنا حاجات طبخ نعملها يعني. احنا بنحب اكتر نعمل ديزرتس مش اكل حادق يعني. بس انا بعمل اكل حادق حلو. بصراحه انا بعمل اكل حادق. بتعملي حلو كويس ولا ايه يعني؟ انت الحادق وانت الحلو. خلاص كده ضمننا العزومه. خلاص يا جماعه احنا كده كل بقى ضمننا في حادق وفي حلو. أيوة يبقى كده تمام. يعني انت بتحبي تطبخي الحاجات اللي دي حقيقه. فبحب اصل دي موهبه، خلي بالك يعني الطبخ وان انت تبقى دي موهبه. هي مامتي واختي نبيله بيطبخوا حلو قوي، فاحنا بنحب نقف معاهم في المطبخ نشوف يعني بيعملوا الاكل ازاي وكده. جوعتينا جوعتونا. طيب ايه تاني يعني؟ طب بالنسبه للاغاني مالكيش في الشعبي بقى والحاجات دي وبتاع ولا برضو قديم؟ لا يعني في بنحب قديم برضو. واحنا صغيرين كنا دايما لما نرجع مثلا من التمرين بالليل او حاجه بنقعد انا ومروه وماما وبابا نسمع ام كلثوم بقى بالليل. برافو برافو. واضح ان بابا وماما اللي حببوكوا في ام كلثوم. يعني انا عايز اقول لك ان دي ام كلثوم عمر ما اغانيها بتقدم. بالظبط. يعني انا ما بسميش اغاني ام كلثوم اغاني قديمه. أكيد. لا ام كلثوم بس خلاص هي ماركه. طب بتحبي اكتر اغنيه؟ اكتر اغنيه انت عمري. انت عمري. بس انا ما زلت متاكد ان مروه بتعرف تغني. متاكد؟ لا انا بجيب التون. مروه بتعرف تغني صح؟ بندندن بس. لا في البيت لا، كان بره البيت صعب. لا بتبقى حاجات جوه كده. بس طب هي صوتها حلو بامانه. مش هخليك تغني. لا مريم صح. ده صوتي راح. صوتي راح خلاص. صوته احسن. طيب لا مريم. مروه. لا مروه والله. لا احنا قلنا بنتنافس في يعني احنا على الترابيزه اهو نتنافس. مروه. مروه صوتها احسن صح. واضح ان هي حتى طبقه التونه التون الصوت شفتي يعني انا حسيت بيها حتى وهي بتتكلم الطبقه يعني اعلى. طب مين اكتر يعني بابا ولا ماما بقى من ناحيه الغنى يعني بيحب يغني يحب يدندن باستمرار؟ لا ما اظنش ان في حد فيهم بيحب كده. يعني بيحب يسمع. سميها زي حالتنا. ايوه. ما فيش حد بي لا لا. طب قولي لي هل مثلا انتوا في وقت بيبقى مقدس بتقضوه مع بعض كاسره؟ الغداء يعني احنا مثلا في اسره تقول لك الغداء ده لو الدنيا اتشقلبت لازم كلنا نقعد على الترابيزه. الفطار في اسره تقول لك لا كلنا حتى لو حد ما عندوش حاجه بدري بيصحى لازم كلنا نقعد على الفطار. ليه انا بجيب الحاجات دي؟ الحاجات دي هي حياه الرياضي. انتوا عندكم مواعيد مقدسه كده في العيله؟ هو يمكن واحنا صغيرين كان الموضوع يعني
منتظمين عليه اكتر، انه مثلا يوم الجمعه ده بيبقى في الاغلب يوم العيله كله، بنصحى الصبح لازم نفطر مع بعض، نتغدى مع بعض، حتى نتعشى مع بعض، ممكن نتفرج مع فيلم مثلا كلنا مع بعض. فواحنا صغيرين كان الموضوع اسهل شويه، علشان يعني مثلا المدرسه والتمرين بس، فكان الموضوع بيبقى اهون. اخواتي ما كانوش لسه، كانوا لسه في الجامعه وكده، فمش بيشتغلوا، فكان عندهم وقت فاضي اكتر. بس دلوقتي للاسف عشان كلهم بيشتغلوا وبابا مثلا حتى بيشتغل يعني بنحاول على قد ما نقدر ان مثلا الفطار الصبح في واحد مش موجود، حد مش موجود عنده شغل، عنده حاجه، فهو بيبقى صعب شويه، بس بنحاول ان يوم الجمعه نبقى مع بعضينا يعني. طب ومروه الكلام ده ايه اخباره؟ هي يوم الجمعه فعلا هي الفطار كده كده لازم نبقى كلنا مع بعض. بس مثلا لكن الغداء يعني مثلا ساعات انا ومريم بعد الصلاه ممكن مثلا ننزل نتمرن شويه مع بعض، ممكن نعمل فتنس مع بعض، فبنبقى متغيبين عن البيت. وبعد كده بقى مثلا لان احنا طول الاسبوع صبح وبالليل احنا بره، فبرضه بنحب ندي شويه وقت لاصحابنا بصراحه بالليل طبعًا. فبالليل بقى اصحابكم هم يعني انت ليك يعني انت وصحابكم مشتركين حتى في الصحاب؟ هو في الاول اول ما دخلنا الجامعه كان انا اتعرفت على الناس ومريم اتعرفت على الناس، وبعد كده اتعرفنا بقى كلنا على بعض، فبقينا مجموعه كبيره قوي. انتوا مجموعه كبيره يعني صحباتكم كلهم انتوا كلكم يعني انتوا بتشاركوا بعض حتى في الصحبات يعني في صديقه زي صديقتك وصديقه مريم يعني الموضوع ده مش بس خلي بالك سبحان الله في اوقات بتلاقي التوأم بينفروا من علاقتهم مع بعض كتوأم كل واحد يحاول يستقل بحياته، وفي توأم بيبقوا مبسوطين جدا ان هم مع بعض. انت واضح ان انتوا من النوع الثاني، ان انتوا مبسوطين جدا ومتماسكين جدا وكل حاجه. طيب قولي لي مثلا، هسالكوا سؤال كده على الهوا وكل واحد يقول لي رايه، انت تتمني ايه لمريم؟ بس ثانيه واحده بقى، الاجابه لازم تبقى يعني انت كنت رايحه الاجابه واحده واحده عشان تتمني ايه لمريم؟ انا بتمنى لها طبعا كل الخير اللي في الدنيا. انا لو اقدر هي تبقى احسن مني في كل حاجه انا هبقى مبسوطه جدا، لان طول ما هي ناجحه انا كمان بحس ان انا ناجحه، يعني احنا الاثنين بنكمل بعض وكل ما بننجح تبقى حاجه حلوه قوي. فبتمنى لها كل التوفيق في حياتها، في الدراسه وفي الرياضه وفي حياتها عموما، وان شاء الله لما نشتغل. ودايما بحب ان انا لما احس ان هي تعبانه احب ان انا دايما اديها دافع ان هو لا معلش، احنا كل ما بنتعب كل ما بنكسب، وبنبقى مثلا موجودين في حتت بره مع بعض، دي بتبقى حاجه حلوه قوي. صحيح. يعني لما مثلا بنسافر احنا اثنين بالظبط، بتبقى معايا في بطوله افريقيا، بتبقى معايا في بطوله العرب، بتبقى معايا في البطولات الدوليه، فتبقى حاجه حلوه قوي ان احنا بنبقى ماشيين، حتى الناس تقعد تقول ايه ده الله انتوا توأم، ايه ده الله انتوا توأم، فبتبقى حاجه حلوه قوي ان احنا على طول بنشجع بعض. فانا بتمنى لها كل حاجه حلوه في الدنيا، ولو اقدر اديها عيوني هديها لها بجد عشان هي فعلا احسن حاجه في حياتي. ام كلثوم يا باشا، ام كلثوم يا باشا، ده كلام كبير قوي. طيب قولي لي يا مريم، تتمني ايه لمروه؟ انا طبعا بتمنى لها كل التوفيق وكل الخير، وانا اتمنى ان هي تشاركني كل حاجه. يعني انا عايزه نفضل من اول يوم في عمرنا لاخر يوم في عمرنا احنا مع بعض في كل حاجه. يا رب ان شاء الله. فانا نفسي فرحتنا دايما تكون مع بعض، شغلنا دايما يكون مع بعض، طريقنا من اول ما ابتدناه لحد ما ننهي، سواء كل واحد هيروح بيته ولا حتى نفضل في نفس البيت، ان احنا دايما نبقى مبسوطين مع بعض. وان هي طبعا اشوفها متفوقه في كل حاجه، ومش بس في الرياضه، في الدراسه وفي شغلها، لان يعني بجد ان انا اشوفها ناجحه ده بالنسبه لي انا كمان ناجحه يعني ان شاء الله. بجد انتوا يعني بجد حاجه جميله، ربنا يخليك. حاجه فريده وحلقه من اجمل الحلقات اللي شفتها، لان انتوا المشاعر اللي في الحلقه مش بس التفوق الرياضي والتفوق العلمي، لا المشاعر اللي بينكم من بعض حاجه جميله ونموذج لاي اسره مصريه. طيب خلينا اخر يعني اخر حاجه في كلمتين، طموحاتك كلمتين. طموحاتي ان انا ان شاء الله ازود من اشتراكاتي الدوليه، لان ده هيديني خبره كتير قوي، وحسن من مستواي الفني، وان انا ان شاء الله احترف بره. مره انا كمان ان شاء الله يا رب نحترف بره احنا اتنين مع بعض، ونلعب باريس اولمبياد 2024 نلعبها مع بعض، وكل الطريق النجاح نكون فيه مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله، وبندعي لكم كل الدعاء ان شاء الله الكويس ان انتوا تحققوا حلمكم. مروه انا بشكرك، نورتيني وشرفتيني. مروه الهديبي نجمه طبعا تنس الطاوله المصريه ومنتخب مصر، بشكرك نورتيني وشرفتيني. ده نور حضرتك، ربنا يخليك، شكرا. مريم الهديبي بشكرك نورتيني وشرفتيني، واتمنى لك كل التوفيق في رحله الاحتراف. ربنا يخلي حياتك. ده نور حياتك، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان يعني لقاءنا النهارده، كان لقاء مليان بالمشاعر يعني الجياشه زي ما بيقولوا، بين يعني اثنين لعيبه نجوم وفي نفس الوقت هم توأم بيشاركوا بعض كل اللحظات الحلوة واللحظات الوحشة في الرياضة سواء إخفاق أو غيره. كانت حقيقة حلقة مليانة بالمشاعر. بشكركم شكرا جزيلا، وخليني أتقابل مع حضراتكم في حلقة جديدة من الأبطال.